دخون شركة متخصصة في العطور والبخور والعود، يسوون خصم يصل إلى 60%. هذا فرع قيصرية الراشد مول، وعندهم فرع في الدمام والعثم مول، وفرع في الحسا، وفرع في حفر الباب، بالإضافة لجميع مدن المملكة لهم فروع بنزلها لك. يعطيك العافية يا باشا. الله يعافيك. كيف الحال؟ حبيبي عطني عطر ذاتي. تفضل. هذا كما هو معروف الأكثر مبيعا عندكم، كم سعره بعد الخصم؟ سعره 367 والآن؟ بعد الخصم 183 ونص. لا، عطني رشك هنا على الشمال. تفضل. مكونات العطر يا زاتي هو قاعدة من المسك مع العود الأخشاب الطبيعي، ريحته مرة ممتاز وفواح، وهو الأكثر مبيعا من دخول 100 ملي وثابت مرة وقوي وفواح. واضح من ريحته أنه يعني مناسب للمناسبات. أي مناسبات وفخم جدا، يعني بصراحة لما بتطيب من العطر ده تفتخر بنفسك أن أنت مطيب بزاتي. علي خصم الآن 183 رسمي، ممتاز جدا حق بحط لكم في السناب الجاي انستغرامهم عشان تتصفحون باقي المنتجات ونكمل التغطية. وثاني عطورهم المميزة عطر أميرالد، العطر هذا من أكثر عطورهم مبيعا في الكويت، رجالي نسائي. هذه علبته، طبعا العلبة مناسبة اللي بيهدي أحد. يتكون من ايش العطر لو سمحت؟ هو قاعدة من المسك مع العود الكشميري الفواح اللي جعلته مميز وسط الناس، يعني ريحته بصراحة تلفت الانتباه في اي وقت. وسعره بعد الخصم الان كم؟ 189 بعد الخصم. 189 سعره بعد الخصم. كذا شفنا عطر ذاتي وعطر أميرالد، أنا بحط سنابهم تابعوهم، سوون كابتشر ونكمل باقي العروض اللي عندهم. مكنون باتشون ده العطر الجديد النسائي ممزوج من الزهور الأوروبية مع المسك الفاخر، ريحته مرة ممتاز وفواحته. وسعره بعد خصم 170 ريال. 170 ريال. على فكرة عندهم توصيل لجمع مدن المملكة، بحط رقم التواصل أو الطلب، وأرفع الشاشة في رقم واتساب تطلبون منه مباشرة. شفنا عطر ذاتي وعطر أميرالد وعطر مكنون باشن، والآن البخور الفاخر. بخور الفاخر هو الفريد من نوعه بمكوناته الطبيعية، والأول مرة يكون الباتشولي في مكونات البخور. هو الفريد خليجيا من نوعه بمكوناته الباتشولي والزهور اللي فيه، ممتاز جدا، والأول مرة يكون الباتشولي في مكونات البخور. سعره 525 بعد الخصم 262. فاللي عنده مناسبة أو بيستعد للعيد أو يبغى يهدي أحد يستفيد من عروض وخصومات دخول جهاز كابشر، بصور بعض العروض في السنابات الجاية.
فرع دخون في قيصرية الراشد في الراشد مول، أما فرع في الدمام في العثيم مول، لهم فرع في الحساء ولهم فرع في حافل باطن.